السلام عليكم مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر من داخل رحاب المسجد الأقصى المبارك بعد انتهاء فترة اقتحامات المستوطنين الصباحية وإغلاق باب المغاربة. يعني ما زال الاحتلال يعني رغم من ذلك الاحتلال ما زال يفرض قيود على دخول المصلين للمسجد الأقصى المبارك. تم إدخال بعض المصلين بشكل عشوائي ومنهم من فرض عليهم قيود بفرض تسليم بطاقاتهم الشخصية قبل دخولهم إلى المسجد الأقصى، وأيضا هناك العديد من الشبان الذين ما زالوا حتى هذه اللحظة يمنعون من الدخول وما زالوا يعني يعتصمون على أبواب المسجد الأقصى المبارك. نشاهد هنا جولة في رحاب المسجد الأقصى المبارك وتحديدا أمام المصلى القبلي. السلام عليكم، في مجال الحديث معك عبد البث المباشر، يعطيك العافية. تعرفنا بحالك في البداية. اهلا فيك، جيت من الناصرة لمدينة القدس، احكي لنا من ايمتى وصلت وايش سبب هذا التواجد اليوم في مدينة المسجد الاقصى المبارك؟ لحظة شوي بس عشان الصوت، ثواني نغلبك، تفضل. حلمية الرباط شبل الاقصى، شبل ناخذ الاجر ان شاء الله. احنا حققنا البنية واذا إلنا نصيب الحمد لله حققنا دخلنا. مظبوط كان غلب يوم الطريق، اما اذا ربنا كاتب لنا سته فوت غصب عنه، والله حقق لنا النيه، حقق النيه وفتنا باذن الله رايحين نصلي باذن الله سبحانه وتعالى. الف الحمد لله. اي ساعه وصلت المسجد الاقصى؟ قبل ساعتين بكثير. وصف لنا الاجواء كيف كانت داخل المسجد الاقصى وحتى على الابواب؟ الطرق هناك مسكره وسكر الباب، يعني بقدر من الله فتت. يعني اول شيء انا معي بنتي ونصيبي، بدين يفوتوني انا بالاول، كنت انا بفتش بدون بيت، يعني كان ناس كثير. هسه عاود بعد فتره بعد نص ساعه زمان شافوا انه انا بفتش لحالي، عاود سمعوا انه بدي تفوت معي. نعم. فوتنا كمان جوزها معي عمره 50 سنه وبنتي لابسه بتغطي، يعني الحمد لله الله كتب لنا نصيب. انا يقيني اذا في لنا نصيب احنا طعنا نيه لله تعالى نصلي بالاقصى، الرباط الاقصى. نعم، كل الاحترام. كان هناك إدخال عشوائي للمصلين ولكن هناك أعداد كبيرة لم تستطيع الدخول. نعم، أيضا في الوقت ذلك كان هناك أيضا أعداد كبيرة من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال. الكل شايف إنه هي السياسة واضح إنه هن الحماية وإحنا واضح إنه لولا أصلا لولا ما إحنا صاحبين الحق كان ما نقدرش نضايل وندفع هذا الثمن، بس احنا صاحبين حق، هذا اقصى، هذا مصر النبي عليه الصلاه والسلام. كل الاحترام. يتخلى عنه يعني. نعم. مهما يعمل، شلون يتخلى عنه؟ وامل كبير بالله، اللي بدير الامور هو الله، احنا متوكلين على الله بس ولا شيء ثاني. كل الاحترام، شكرا لتواجدك معنا وان شاء الله دائما موجود هنا في رحاب المسجد الاقصى المبارك، يعطيك الف عافيه. يعني إذا استمعنا هنا لأحد المصلين الذي جاء من مدينة الناصرة، قطع مسافات طويلة ليصل إلى مدينة القدس ووصل إلى المسجد الأقصى المبارك. إذا نستمر معكم في هذا البث المباشر، نحن أمام المصلى القبلي ونشاهد أعداد كبيرة أيضا تتواجد في رحاب المسجد الأقصى رغم منع الاحتلال للعديد من الشبان والمصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى عبر أبواب المسجد بسبب تواجد كبير لقوات الاحتلال. يعني قبل قليل فقط بعد إغلاق باب المغاربة تم إدخال عشوائي للمصلين، ولكن ما زال هناك العديد من تم منعهم من الدخول. نشاهد الأجواء هنا في داخل المصلى القبلي. استمرار حملات تنظيف المسجد الأقصى، خاصة أن قوات الاحتلال قامت بإطلاق القنابل الغازية
تجاه المصلين المحاصرين هنا، كانوا في داخل المصلى القبلي. إذن حملات تنظيف المسجد الأقصى المبارك من مخلفات الدمار التي لحقت سبب مواجهات الاحتلال. أيضا بحسب ما شاهدنا من صور داخل المصلى القبلي، كان هناك تحطيم للزجاج المحيط بمنبر المسجد الأقصى المبارك إثر إطلاق قوات احتلال الرصاص المطاطي. نحاول الوصول، نحاول أيضا نشاهد هنا. السلام عليكم. تم إصلاح الأشياء اللي تضرر هون. إيش تضرر هون؟ اللي تضرر هون ايش تضرر؟ نعم. يعني هون زجاج تم تحطيمه بالكامل. بفعل القنابل الصوتية ولا بالرصاص المطاطي؟ ما بقدرش افيدك بايش؟ مطاط، قنابل صوت، قنابل غاز، ما بعرف. نعم، اذا هنا نشاهد موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية يقومون بتنظيف الزجاج الذي تم تحطيمه خلال المواجهات اندلعت هنا داخل المصلى القبلي. يعطيكم العافية. إذا تنظيف وإصلاح ما لحق بالمسجد الأقصى من أضرار إثر اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك لحماية المستوطنين المقتحمين من باب المغاربة. والآن يقومون بهذه الاستعدادات لاستقبال المصلين من جديد لأداء صلاة الظهر. أشير أنه أيضا من المتوقع أن تتم اليوم أيضا أن يقتحم المستوطنين من جديد أيضا المسجد الأقصى في فترة ما بعد صلاة الظهر. إذن مستمرين معكم في هذه
مستمرون معكم في هذه الجولة من رحاب المسجد الأقصى المبارك بعد إغلاق باب المغاربة، أي انتهاء فترة اقتحام المستوطنين الصباحية. ونشاهد هنا المصلين الذين تواجدوا معظمهم منذ فجر هذا اليوم لحماية المسجد الأقصى المبارك من أي انتهاكات يتعرض لها، وهم يعني خلال تواجدهم منذ فجر اليوم تعرضوا للعديد من الاعتداءات لمنع أي تصدي لاقتحام المستوطنين من قبل قوات الاحتلال. استخدموا العصي، استخدموا القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع بالإضافة إلى الرصاص المطاطي. يعني أشير لما قام به المصلين للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك من اقتحامات المستوطنين. هنا الطريق المؤدية إلى باب المغاربة، من هنا يقتحم المستوطنين المسجد الأقصى المبارك ويمرون من هذه الطريق. قام المصلون هنا بأداء صلاة الضحى لفترة طويلة حتى تعرقل اقتحامات المستوطنين. أيضا صدحت أصواتهم بالتكبير والتهليل، ومنهم من قام بعمل حلقات لقراءة القرآن الكريم وإلقاء الدروس الدينية. ورغم يعني هذه يعني ما يقومون به المصلين من أعمال عبادة هي فعليا داخل رحاب المسجد الأقصى المبارك، إلا أنهم لم يعني يستثنوا من انتهاكات الاحتلال. تم إيقاف رجل كبير في السن فقط لأنه قام بالتكبير في وجه المستوطنين. أيضا تم الاعتداء على مسلمة فرنسية من الجزائر وشقيقها، تم اعتداء عليهما، ويعني تبقى تعرضت للضرب وخلع حجابها أيضا من رحاب المسجد الأقصى. أيضا هناك أيضا نشطاء مقدسيين أيضا تم الاعتداء عليهم ونقلهم لتلقي العلاج، منهم الناشط المقدسي محمد أبو الحمص وأستاذ ناصر قوس. أيضا إصابة المقدسي حجازي الرشق من رحاب المسجد الأقصى أيضا خلال إطلاق قوات الاحتلال القنابل الصوتية، وأيضا استخدام العصي والهروات للاعتداء على المصلين. إذن أيضا هناك عدة إصابات كانت قد وقعت في رحاب المسجد الأقصى المبارك، تم علاج معظمها ميدانيا أو في عيادة المسجد الأقصى. إذن كنا معكم في هذه الصورة المباشرة من رحاب المسجد الأقصى المبارك بعد انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية للمستوطنين في يوم ما يسميه الاحتلال بعيد الاستقلال، الذي يحتفلون فيه في يوم ذكرى النكبة الفلسطينية، هذه الذكرى التي هجر فيها الفلسطينيون من أراضيهم وقراهم الفلسطينية عام 1948. Thank you.